مساء الخير مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم لقاء جديد في من القراء. أهلا وسهلا. كالعادة استعراض مجموعة من الأخبار المتعلقة بالشأن العام بعدها الحوارات. اليوم عندنا حوارين، الحوار الأول بنتكلم فيه مع حضراتكم عن متابعة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد في مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده الموضوع الأول مع حضراتكم. الموضوع الثاني بنتكلم فيه عن قانون القيمة المضافة بعد موافقة مجلس النواب النهائي عليها. بعد الفاصل مجموعة من الأخبار بعدها الحوارات، ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم. تفاصيل الأخبار، بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، بحث معه سبل توطين تكنولوجيا تحلية المياه وكذلك مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. في اجتماع آخر مع وزير البترول وجه الرئيس بمواجهة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية خاصة في القرى المدرجة في إطار مبادرة حياة كريمة. نتابع. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ريموند كارلسن الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسيد أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى جانب السفيرة النرويجية بالقاهرة وعدد من المسؤولين التنفيذيين بالشركة النرويجية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول التباحث حول فرص التعاون مع شركة سكاتك النرويجية بشأن توطين تكنولوجيا تحلية المياه وكذلك مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع الخبرات الدولية العريقة في هذا المجال، استغلالا للمصادر المتعددة من الطاقة المتجددة التي تحظى بها مصر، لا سيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر إمدادات الطاقة والاستفادة من ثرواتها الطبيعية. وقد أكد السيد الرئيس اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب النرويجي نظرا للخبرة العريضة التي يتمتع بها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا سيادته إلى أهمية أن تتضمن أي مشروعات تعاون مستقبلية بين الجانبين مركزا للتدريب الفني لبناء القدرات في مجال التشغيل والصيانة، إلى جانب مراكز للبحوث والتطوير بالتعاون مع المعاهد والمراكز البحثية المختلفة في مصر. من جانبه أعرب السيد كارلسن عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مشيرا إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الشركة النرويجية للتباحث حول فرص التعاون مع مصر في مجال نشاط الشركة وخبراتها العالمية، لا سيما في ضوء السمعة التي باتت تتمتع بها مصر على المستوى الإقليمي في مجال الحفاظ على البيئة والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما تكلل باستضافة مصر قمة الأمم المتحدة العالمية للمناخ في العام القادم. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع البترول. وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية خاصة في القرى المدرجة في إطار مبادرة حياة كريمة، وذلك بهدف تسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية والتيسير عليهم، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة، فضلا عن التوسع في إنشاء محطات التزود بطاقة الغاز الطبيعي للسيارات على الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية لما لها من عوائد اقتصادية وبيئية وصحية. وقد استعرض المهندس طارق الملا أعمال ونسب التقدم في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والذي نجح في زيادة أعداد المستفيدين من هذه الخدمة الحضرية في مختلف محافظات مصر، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة نوعية في هذا النشاط من خلال مبادرة حياة كريمة بما يساعد على الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين، حيث عرض في هذا الإطار الموقف الحالي لتوصيل الغاز الطبيعي إلى قرى المبادرة إلى جانب موقف 14 قرية تم اختيارها كمشروع تجريبي ضمن المبادرة.
والتي وصلت معدلات التنفيذ بها إلى حوالي 100%. كما قام السيد وزير البترول بعرض الجهود الجارية لتحقيق التوسع والانتشار لمحطات تزود السيارات بالغاز الطبيعي، خاصة في المناطق الحيوية التي تشهد كثافة مرورية مرتفعة. لمزيد من المتابعة بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أحمد ياسين، محرر شؤون الرئاسة بالأهرام المسائي. أستاذ أحمد، تحياتي، أهلا وسهلا. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. نشاط مكثف للسيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق برئيس مجلس إدارة إحدى الشركات النرويجية، توطين تكنولوجيا تحلية المياه وأيضا مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، كذلك مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل مع وزير البترول. يعني أبرز ما ترصده أنت حول هذه النقاط. هو النهارده كان نشاط الرئيس طبعا مع دولة رئيس الوزراء ووزير البترول، ده بيأكد على اهتمام السيد الرئيس بمبادرة حياة كريمة اللي الدولة كلها بتحشد ليها كل طاقتها لإنجازها في خلال 3 سنين اللي أعلن عنهم السيد الرئيس بجدول مكثف. النهاردة رئيس وزير البترول تناول المشروع التنفيذي والمخطط اللي وصل ليه. كانت طبعا معدل التنفيذ في أكثر من 14 قرية تم اختيارهم، نسبة الإنجاز فيها وصلت ل 100% لتوصيل الغاز الطبيعي. الهدف من ده بيأكد أن الدولة ماضية في خططها نحو خلق حياة كريمة للمواطنين في القرى الأكثر فقرا. ده بيأكد على أن في مبادرات، المبادرة بتصير بخطى ناجحة وثابتة. زيادة عدد المستفيدين ده هدف أساسي في المبادرة لتوصيل الغاز الطبيعي لهؤلاء. كذلك خلال الاجتماع السيد الرئيس النهاردة استعرض الوزير البترول ما ستشهده الفترة المقبلة من طفرة نوعية في نشاط المبادرة، تمام؟ ده بيساعد كله هدفه الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين بالنسبة لتوصيل الغاز الطبيعي. المبادرة زي ما احنا عارفين بتستهدف 3 مراحل، المرحلة الأولى بتستهدف 377 قرية أكثر احتياجا، نسبة الفقر فيها تتعدى 70%. عدد الأسر المستفيدة في المرحلة الأولى 756 ألف أسرة بما يعادل 3 مليون فرد في 11 محافظة. المرحلة الثانية بتستهدف القرى ذات نسبة الفقر اللي أقل من 50% ل 70%، والمرحلة الثالثة دي بتكون الأقل من 50%. أنا بشكرك جدا الأستاذ أحمد ياسين، محرر شؤون الرئاسة بالأهرام المسائي، شكرا جزيلا. أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة نتيجة المسابقة العالمية للقرآن الكريم 28 التي نظمتها وزارة الأوقاف خلال الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وقام وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بتكريم الفائزين في المسابقة بتوزيع الجوائز وشهادات التقدير عليهم. وفي كلمته قال وزير الأوقاف أن 38 متسابقا حصلوا على أكثر من 90% فأكثر. كانت من أقصى المسابقات منافسة، من حصلوا على طاقات تزيد على 90% بلغ 38 متسابقا ومتسابقة. 38 متسابق ومتسابقة حصلوا على 90% فأكثر. كانت الفروق أحيانا بين الأول والثاني 1 من 10، بعض الحفظة من أبنائنا المتسابقين حصل على 99.5%، وأكدت اللجنة أن ربما خطفة النفس في مادة أو نحوها هي التي قصرت به عن 0.5%، لأن القرآن غالب والكمال فيه لله وحده. في فروع الحقيقة كنا في حيرة، وكان بودي أن نكرم الجميع، والجميع بفضل الله مكرمون لأنهم أهل القرآن ويكفي تكريم الله لهم، ولكننا اجتهدنا وفق نظام المسابقة أن نعلن عن الأوائل بمكافآتهم المالية وشهادات التقدير وأن نخصص لوحة شرف. تتواصل أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، وذلك لليوم الثالث على التوالي. نتابع.
جلسات مستمرة لمناقشة مكافحة الفساد، محاور عديدة على أجندة الدورة التاسعة للدول الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة. وفي اليوم الثالث للمؤتمر التعليم والشباب، استرداد الأصول المهربة، تعزيز مكافحة الفساد في دول الصراعات وحماية المبلغين عن الفاسدين كانت أهم محاور الجلسات النقاشية بالمؤتمر. الفساد هو من الجرائم العابرة الحدود، ولا يمكن الحد منه دون وجود تعاون عربي دولي وثيق، فبالتالي هذا هو بالضبط اللي احنا نسعى لتحقيقه من خلال الإعلان السياسي شرم الشيخ. أكيد هاي المؤتمر يستخرج منها توصيات مخرجات جيدة راح تساهم في العمل على قضاء على الفساد، وتبدي فرصة جيدة للدول الأطراف المشاركة للتحاور التكاتف المساندة. اتفاق دولي من مختلف الأطراف المشاركة على أهمية التوعية وتعزيز دور الأجهزة الرقابية ووجود آليات جادة لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. لابد من العمل العربي المشترك الذي ساعد كثيرا في إحداث الصيغة الأخيرة للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، لأن هناك كانت هناك الكثير من الملاحظات والكثير من المواقف التي تعكس ثقافات الدول حيال موضوع مكافحة الفساد. ومع تنوع مشاركات الوفود من 150 دولة تسعى فيما بينها لتعزيز تجاربها في مكافحة الفساد بخبرات دولية. المؤتمر فرصة حقيقية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بين الدول لمكافحة الفساد. نأمل أن تخرج من شرم الشيخ توصيات فاعلة لبناء مجتمعات متعافية خالية من الفساد لدعم التنمية المستدامة. ويأتي نجاح مصر في تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة الدولي ليضيف لثقلها أمام العالم في ظل جائحة كورونا. انعقاد هذا المؤتمر على أرض مصر يعني ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على تنظيم مثل هذه النوعية من المؤتمرات الدولية باحترافية ونجاح كبيرين. نحن نفخر باعتبارنا الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات بشراكتنا مع جمهورية مصر العربية التي أدت لاستضافتها هذا المؤتمر والحدث العالمي الذي يتكرر كل عامين. تنوع شامل يضفي مزيدا من الإجراءات المطلوبة لمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة بنسب ترتبط في المقام الأول بجدية التنفيذ. آليات متعددة يتم التطرق إليها ومناقشتها داخل جلسات المؤتمر في سبيل الوصول لصيغة تنفيذية تضمن تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يحقق حياة كريمة لكل المواطنين بعيدا عن استغلال النفوذ، وصولا لتنمية مستدامة تحقق الرفاهية لشعوب الأرض. من شرم الشيخ، حماد العربي، النيل. وعلى هامش مشاركته في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أشار وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي إلى المبادرات التي تقوم بها الوزارة من أجل توعية الطلائع ضد الفساد وأضراره. إلى المبادرات اللي بتقوم بها الوزارة سواء على مستوى التنمية الناشئ اللي هي الطلايع زمان، لأن بقى في سفراء ضد الفساد موجودة في السن الصغير. صحيح. ده وبنعمل لهم دورات معرفية، بنعمل ده في مراكز الشباب كمان. وبالنسبة للأندية كمان بنعمم هذا الموضوع مع دور الحوكمة الكبيرة اللي بنقوم بيها، الاثنين متلازمتين يعني بنقوم بيهم. طب ده من حيث الشباب احنا بننمي الوعي، من حيث الرياضة احنا بننمي معرفة القيادات لهذا الموضوع، زائد الدور الرقابي اللي موجود وبننميه اكتر واكتر في الحقيقة يعني. مشاهدينا الكرام، ده كان استعراض لمجموعة من الأخبار المتعلقة بالشأن العام. بعد قليل أولى حوارات من القاهرة هنتكلم فيه مع حضراتكم عن متابعة مصر لمؤتمر اتفاقية الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. هذا المؤتمر الذي تستضيفه مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور الكثير من الجهات الحكومية والأهلية. بعد الفاصل أولى حوارات من القاهرة، ابقوا معنا.